درتي محاولات في الكتابه ديال الروايه، وشي مرات كنتي كديري واحد كنسميوها فلتات كتنشري داكشي اللي كتكتبي. واليوم اون اكسكلوزيفيتي غادي نطلب منك انك تقراي لنا شي حويجه من يعني داك المحاولات اللي توقفات لاسباب معينه، ولكن كتعبر على واحد الجانب اخر في شخصيتك اللي هي الكاتبه. شوفي انا كنت كنكتب سي فري، وكنت كنوجد واحد الروايه ديالي اللي سميتها وشايه صمت، وايامات الفيسبوك كنت كنبارطاجي يعني كنت كنبارطاجي كتاباتي وداكشي يعني مقتبسات من هذيك الروايه. وان سيغتان مومون يعني داتني شويه الوقت وداني تو سكي سباس في العالم وفي حياتي الشخصيه وفي هذا، فحتى اش غنقول لك، حتى وليت كنشوف بان الناس ما بقاش عندهم اهتمام بالقراءه بالادب والقراءه والروايات وداكشي، فخليته كما قلت لك. شوفي انا واحد الانسان يمكن فيا ان ديفو، انا كنبدا بزاف الحوايج وما كنكملهمش. نسمعوا شي ما مجدت والو، ناخذوا شي مقطع عادي من الفيسبوك من الحويجات اللي كنتي خسرتي. نقلب في التليفون. يلا. اتعلم يا رجل، صمتك اليوم اخبرني كل شيء. أخبرني أنك أخذت ما تبقى في قلبك وألبسته كفنا أسودا وحملت نعشي أخيرا إلى مثواه الأخير. أوصلت بقاياي إلى مقبرة النسيان. أتعلم يا رجل؟ رغم كل الألم الذي يعتصر بقاياي اليوم، إلا أني راضية بالقدر. نسيان نهائي لأرحم من حب وقف التنفيذ. اليوم أعلم أنك لفظت آخر ما تبقى بك من أنفاسي في صدرك وتستعد للشفاء. ليتك تشفى يا رجل، ليتك. صمتك أخبرني أيضا أنك تدرب آخر دمعة فوق بقاياي، تغتسل بها من وجودي بك وتغسل بها ربما سكناك بي. سكونك أخبرني ما عجزت سنوات عن نطقه، فلا حرج عليك أيها الرجل الصامت. لم أعد أحتاج اليوم لصوت ولا لكلمات، النهايات الصامتة أرقى. أتعلم يا رجل؟ لم أعد أهتم بالتفاصيل، حتى بيتنا الكئيب لم يعد ينطق بشيء، لم يعد به شيء. اللهم صور معلقة على جدران خرساء، صور تشبهنا أنا وأنت، صور لم تعد تشعر. أتعلم يا رجل؟ اليوم أنا على يقين أنها النهاية. أعلم أن شمس حبنا تأفل وأن جسور الربط بيننا تنفلت من مكانها. أعلم أن لا مكان لي بعد اليوم على الأريكة الحمراء، وأنك لن تحضر لي شاي الياسمين في ليال ماطرة يهطل فيها مداد قلمي كتابة. لا تخف اليوم على بقاياي يا رجل، فإن كان محكوما عليها أن تكمل من دونك ستفعل، ما دام هبوط حبك الاضطراري ستفعل. دعني أبكيك اليوم، دعني أرثيك اليوم، دعني أوقع عقد تنازل عنك دون مطالب. أحببتك حد الزهد فيك يا رجل، فما عساني أطلب. تكرهني اليوم يا رجل، تكره طفلة كبرت وتربت على يديك، أو تكره امرأة أحبتك حد المرض. تكره من بحثت فيك على وطن فلم تجد سوى منفى بارد، ووجدت فيك جيشا وحدك يفرض علي حظر التجول في عالمك. واليوم أقطع حبل الوصل يا رجل، اليوم أحمل حقائبي المعدة مسبقا وأرحل بلا وجهة. لم تعد تهم الوجهة يا رجل، كنت لي كل شيء وأمسيت اليوم بلا أشياء، كنت موطني وصرت اليوم بلا وطن. اليوم أطلب اللجوء العاطفي من أي قلب يحتويني، واليوم أعلن كفري وبالأوطان التي لا تحمي أبنائها ثم تعاقبهم على ثوراتهم، واليوم أعلن إلحادي بك وتمردي عليك. فلا تلومني يا رجل، بل لوم صمتك طوال السنوات، فقد أوشى بك وأخبرني أكثر من كنت أن أود أن أعلم. فبالتوفيق لك مريم، وشكرا انك فتحتي لنا قلبك. شكرا لك انت اللي عطيتيني الشجاعه اليوم انني نقرا قدام الناس، حيت فريمون شي حاجه اللي ما بقيتش مصالحه معاها. وكيقول لك من ظن ان الكتابه لا توجع فليجربها اذا. فبصراحه ما بقيتش كنبغي نقرا هذا الشيء حيت شويه كيضرني، مي فريمون اليوم شكرا انك خليتيني اكستيريوزي وقريت هذا الشيء قدام الناس.